رسول الله مستحيل. كانت مباراة جد صعبة، ولكن الحمد لله هما شرفونا، ما كيهمناش النتيجة، هو الشرف اللي وصلنا ليه، اللهم لك الحمد، حنا كنعتزوا به. كما كانت النتيجة، هما مغاربة، هما الفخر، هما الاعتزاز، هما النصر، هما الراية بتاعتنا في العلالي، ما كيهمناش هو المشاركة. شكرا للفريق الوطني، شكرا للطاقم، شكرا للجمهور، شكرا للوطنية بتاعتنا. الحمد لله على هذه النتيجة، ولكن ما بغاش الله سبحانه وتعالى. الدموع في عينك بزاف، وشو تأثر بالخروج يعني؟ أكيد أكيد، أنا كنبغي المنتخب المغربي وكنبغي المغرب، ولكن هذا هو النصيب ديالنا، الحظ ما ساعدناش، الحمد لله الحمد لله. باقي مباراة الترتيب إن شاء الله مع كرواتيا، شو كتمنى إن شاء الله؟ إن شاء الله بإذن الله نتصنفوا حنا الثاني إن شاء الله بإذن الله. الثالث يسمحوا لي، الوصف الثالث إن شاء الله بإذن الله. كنتمنوا الخير بإذن الله، شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.